يا طيب ناديني طال الشوق علي للروضة وديني للفوز والنجاح. يا طيب ناديني طال الشوق علي للروضة وديني للفوز والنجاح. يا هادي أهديني نجح قصدي في دنياي وفي ديني يا زيارة نبيك الهادي وديني لبيتك منادي الحج ناديني للفوز والنجاح. يا طيب ناديني طال الشوق علي للروضة وديني للفوز والنجاح. تسهر في دجل أحلاك لقعيني نشط لي سهر أعضائي لكريني أملا من فيوط سيرك مواعيني وزيل همي وسغام قلبي وطواعيني للفوز والنجاح. يا طيب ناديني طال الشوق علي للروضة وديني للفوز والنجاح. سند بشفيع الحامي سجيني النبي المخلص للمساجين يوم حول الغياب جاه بينجيني وبمدح العظيم الرحمة بجيني للفوز والنجاح. يا طيب ناديني طال الشوق عليه للروضة وديني للفوز والنجاح. يوم مضوا الكيان دارتك وسراحة يوم مضوا الكيان دارتك وسراحة تبي وابتهجت وزاد البيه وأفراحة بارك ذات حليمة وغنامة في مراحة. أيوة بارك ذات حليمة وغنامة في مراحة نال السرور والنعمة والراحة للفوز والنجاح. يا طيب ناديني طال الشوق عليه للروضة وديني للفوز والنجاح. نبيا كان يواصل الجار وارحامه اي نبيا كان يواصل الجار وارحامه كبي ويسامح الأذوه فيه يرحامه يكرم اليتيم حول الضعاف حامه. أيوة يكرم ليل يتيم حول الضعاف حامه كذي كون روف رحيم للأم أرحامه للفوز والنجاح. يا طيب ناديني طال الشوق عليه للروضة وديني للفوز والنجاح. نبي كان عظيم غدره طويل زنده سيدي أملاك السماء بخيولهم جند خزائن الإله وأسراره عنده. أيوة خزائن الإله وأسراره عنده على الواقع يشيل بكفه سند للفوز والنجاة. يا طيب ناديني طال الشوق عليه للروضة والديني للفوز والنجاح. كبي من آي البدر والشمس مرجوعة آي من آي البدر والشمس مرجوعة والعير والبعير والجات مفجوعة وعين الليس علي المرمودة موجوعة. أيوة عين الليس علي المرمودة موجوعة سيدي بصا كف كل الجيش وزاجوعة للفوز والنجاح. سديمة منصورة أيوة أصحاب اليوسف سديمة منصورة تضيع سيادي الكفور الشرك مكسورة كم جابوا الكفر مغلولة ومأسورة كم جابوا الكفر مغلولة مأسورة وكم منالوا فضائلا لماها محصورة للفوز والنجاة. يا طيب ناديني طال الشوق للروضة والديني
روح المذنبين واقيا قضية تنجي المسلمين من كل شركة البريع الروى ليه العلى الشافية أيوة البريع الروى ليه العلى الشافية قضية تسعف بالأمان والصحة والعافية للفوز والنجاة يا طيب ناديني قال شوق عليه للروضة للفوز والنجاح صلوات يا شفيع على المذنبين وافيا صلوات يا شفيع على المذنبين وافيا لتنجي المسلمين من كل شركة